مش إذا كان هدف بالعافية في اللقطة الماضية. ترتد كرة النجم الكبير جريزمان، يأتي المساند سؤول، يسجل سؤول لنجاز أمامنا هدف والثلاثة جول. سجل في البي اس بي، سجل في الكاس، وسجل سؤول الهدف الأول، الهدف الأول للراخي بلانكوس عشان يفكوا بقى إيه، يفكوا عقدة الفوز اللي أصبحت يعني غائبة عن الفريق في اللقاءات الأخيرة. في هذا الملعب فريق اتعادل مع اسبانيول في اللقاء السابق، خسر قبلها من ريال مدريد 0-3، ومش ممكن أبدا يحدث هذا الأمر.